الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي به لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال مؤلفه النووي وحجري: فرغت وحان دمي مهما الكتاب من تأليفه يوم الاثنين مالك اثنين رابعة شهر رمضان بشهر رمضان أي أفر أهيد بان رميي سنة 67 بدمشق لح بقول تضباطا كمركو أها هجردو أيان دمشق كتاب كل دمي لح سنة ورسين ولا إمامكو لح بقول تضباطا لح دبو دنت أصوى دوكتين قريدي يسي لح سنة كور بكتاب كألفي ومن آخر مؤلفاتي انت هذا الدرس يوضع مسير دول صحيحين وارد ماضي إلهي سبحانه وتعالى وحي أي نكوك فني إن وقت الله نور دافو وحان جبني أما أنكو استغنى الله توسيو وحي خير سو شيخ الله إذا كان فعو وحي شر إن وقتنا الله يدافو إمام كي كتابك ألفي ميزاك صحاتك الله أصارو دم بيجي سأل الله كل في دعواتك سأل الله كو أقبله أنت ساعة عشر كو إجي هاي إن شاء الله تعالى هدي ربي هذا دبا الذي كسو شيخ دونا كتابك وإنه ختمينا ختم كي أيسلا تقانين بينه ختم دونا إنه ختم جري كتب تمرك إذا ما دان منهاج بين نسوخ ختيني نسائي بين نختيني أبو داود بين نختيني الترمذي ابن ماجه كتاب عن لختيمين كتابك أقول يا رابا يا جبات اللقوعوني رياضك حلقة يا با إن هي إن كورس لقوعونا والله يا با هذا يقارب وإذا وحي ربي إنه سهله أي نسوي من دونا دب على جسوا شيء يجلس يروك سابسا عشر كي خلاصي يروك بحندونا والله سبحانه وتعالى أعلم.